أنك تعيش حياتك وانت جالس على كرسي متحرك. لانديكاب سيتي على لاج دو 3 ans مرض الحمى. كي مرض جافي توت لا بارتي غوش اتانت. ومن بعد خلاو لي لي سيكال غير في رجلي لا غوش بيان سور. خالتي ليلى والاخت ديالها مع اليوم طلينا عليهم وراح يحكوا لنا حكايتهم والتجربه الصعيبه اللي مرت بها خالتي ليلى. في الحياه تاعك كانوا زوج مراحل، معناتها المرحله الاولى انك كنت تخدمي وكنت اكتيف كنت تمشي وكنت قادر على روحك، من بعد بين يوم وليله وليتي في لاشاز رولونت. من واش الكرا؟ من واش راكم تتصرفوا؟ من واش راكم تاكلوا خالتي ليلى؟ الكرا يعاون فينا محسن مش عليك، ودي فوا يعاونونا هكذايا بالغافيتايمون ولا 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 هكا مصروف يمدونا. حكايتنا لهذا الأسبوع هي حكاية زوج نساء عايشين لوحدهم، هي حكاية معاناة وألم، راح نطلوا عليهم وراح نسمعوا إن شاء الله حكاية خالتي ليلى هي والأخت ديالها. ما طولش عليكم ونقول لكم حكايتنا لهذا الأسبوع راح بدأت. خالتي ليلى واش راكي؟ لاباس الحمد لله، ميرسي بوكو دو فوتر فيزيت. الله يحفظك. مرحبا بك. نتاي فوتر كوليك بيان سور. سا ما في ان تري غران بليزير اللي لحقت لعندي. خالتي ليلى ان شاء الله حنا دائما نكونوا سبه للناس اللي بالك ما عندوش، بالك ما لحق صوتو للمسؤولين، بالك واحد ما شاف له، ان شاء الله حنا نكونوا له بالك هذاك الباب اللي ان شاء الله يخرج منه ان شاء الله من المشكل تاعو. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كيفاش الحاله خالتي ليلى؟ ما عشتا؟ ما عشتا البرد شويه، جو سوي دون اون ميزون شويه هوميد، فوالا. جو فو دير هوميد. اون بلوس اون لوكاسيون. معليش ان شاء الله دوك نلحقوا بالعقل، ان شاء الله نلحقوا نلحقوا ان شاء الله للدار خالتي ليلى. خالتي ليلى الحكايه تاعك عبالي بلي طويله هكذا ان شاء الله من وين؟ معليش معليش ماشي مشكل، عندك الوقت عندك نص ساعه احكي. هيا بيان. شوفي انا البرنامج تاعي واسمو شوفوا حكايتي هكذا، معناتها انسان يجي يحكي الحكايه تاعو يحكي التجربه تاعو في هذه الدنيا، دونك ماشي مشكل. يا با بروبليم. دكور. الناس اللي ما يشوفوا فيك ان شاء الله يحبوا يعرفوا شكون هذا الانسان اللي راهي قدامهم. انا ليلى زوطات. خالتي ليلى مثال للمراه المثابره اللي ما تتكل على حتى واحد. ورغم انها من ذوي الاحتياجات الخاصه الى انها تاكل على روحها. انا كنت نسكن اون فامي مع خوالي بوكو بلوس باسكو مون بير مات اون 72 ما مير اون 80 خلاتنا عند جداتي ماتيرنيل. معليش شحال نتوما خاوه؟ حنا خاوه خمسه، 3 في دو غارسون، عندنا وحده ماتت الله يرحمها العام اللي فات. كنت عايشين مع العائله؟ كنا عايشين مع خوالي ما غون مير. صح. الاب والام تاعكم متوفين؟ شحال كان في عمرك انت؟ انا كان في عمري الاولاني مون بير 11 سنه، ما مير 16. صح. ما تعقليش عليهم مليح؟ لا لا نعقل عليهم. والله تعقلي عليهم مليح. نعقل عليهم. صح. توفى الاب والام. الاب هو الاولاني. الاب بعد توفى الام قعدتوا عند العائله هكا؟ عند جداتي. احكي لي كيفاش تجوزوا ايامكم ولا نقدر نقول حتى العوام هذوك. جداتي كنا بيان عايشين اون فامي لا غروند فامي عايشين مليح معاهم جوسكا بيان سور خوالي من بعد كبروا ولادهم تزوجوا كبروا ولادهم وخالتي كيف كيف ضيق بزاف اون افي كون بياس في الحراش اون بوفي با بياس كنت ساكنين فيها كاع اون بياس ساكنين فيها 16 بيرسون 16 واحد 16 واحد وجونا ضياف وجود ضياف تاني جينا خالتي تاع باب الواد تقعد بنت خالتي الله يرحمها تانيك تقعد عندنا ب 15 يوم بالزمان. وخالتي ليلى كيفاش هكذا كي السردين. صافي كي تعقل مليح على هذوك الايامات. وي وي وي. معليش كنتوا عايشين في هذيك الشومبره وصرا من بعد خالتي ليلى؟ ومن بعدك كنتي تقرا ما كنتيش تقرا؟ لا لا كنت نقرا، وصلت حتى جافي ان نيفو دو تيرمينال في كي ماتت يما اون 1980. Moi, je ne pouvais pas travailler parce que je suis l'aînée de mes frères.
je voulais travailler automatiquement. J'ai fait une formation de secrétariat 2 ans, Melika Gaït Al Haraj. Après, en 83, c'était ma première boîte. Vite, je travaille, mais j'avais pas les 15 ans de service parce que j'ai la retraite quand je l'ai demandé à 55 ans. Donc, le 18 décembre, je vais dire 58, Inch'Allah. 58. اي بيان سور قلبي مليح معليش ان شاء الله ربي يديهم الطحكه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يديهم الفرحه ان شاء الله مسيو ويلان ان شاء الله مشاو ليا ما قلتي لي بلي كنتي خدامه كيف البنات كنت نخدم افيك اون بيكي جو مارشي افيك اون بيكي جيتي كان عندك مشكل من قبل كان عندي مشكل تاع لونديكاب احكي لي لونديكاب سيتي على اج دو 3 ans مرض الحمى كي مرض جافي توت لا بارتي غوش اتانت ومن بعد خلاو لي لي سيكال غير في رجلي لا غوش بيان سور بعد داويت اون فرانس ريحت اون فرانس داويت هنا تانيك داويت في بن عكنون سيتي اليكو على ليبوك لو بروفيسور بن بوزيد اللي راه مينيستر دركايا خالتي ليلى ورغم المشاكل الصحيه الكبيره اللي كانت تعاني منها الى انها ما كانتش هذيك المراه اللي تعتمد على الخير كانت مراه تحب تجيب قوتها بعرق جبينها خالتي ليلى تطيح وتنوض تعمل وتجيب هذاك القوت بصح واش كان يستنى فيها ما كانتش عملت له حساب وحكايتنا مازالها طويله بعد جي كومونسي ا ترافايي فوالا جي كومونسي خالتي ليلى نعم. بالك هذيك نقدر نقولوا بالك هذاك المشكل ولا هذيك الاعاقه يعني ما شكلتلكش يعني لا لا كنت نخدم لاباس بيا صعوبه يعني نو او كونترير او كونترير والله نو تنقل كان عندنا دي ترونسبور صح كانوا عندنا على بوغ دي ترونسبور ميم بعد كي ولينا سي فغي لو بوا والاخر كانوا عاطيني طونوبيل صغيره نخدم فيها اه صح وي لا لا كانوا كنت لا فيغيتي في الخدمه جافي با دو بروبليم كنت نخدم خدمت في ليناد تاع ريغايا خدمت في لاسونيك تاع لا مونتان هذيك كنت لبس بيا نخدم ما كانش عندي صعوبات في الخدمه او كونترير جيتي بيان اكوي بيان روسو عندهم عند لي ريسبونسابل مشاو ليامات وين كنتي بصح في هذيك الفتره هذيك كنتي مازال كي ساكنه مع خوالك هذيك الفتره كنت خدامه وي مازالك مازال ساكنه مازالني انا من دوبي 2009 اللي اختي كي اختي هذه اللي راهي قدامك 2009 اللي ولينا نسكنوا كيف كيف على في دي توجور دي بروبليم افيك سون ماري ومن بعد طلقت ديفينيتيفمون سا دير رانا اونصومبل دركا هي وصافي وشحال هي عندها دو زونفون سون فر سون فيس راه عند سون بابا اي لا في اللي افيك نو الله يبارك بارك فيك انت قبل هادشي قبل ما تلاقي مع الاخت ديالك ولا تعيشوا يعني في دار وحده وين كنتي عايشه توجور عند خوالك عند خوالي فوالا لا بروميير فوا وين كرينا في 2009 سيتي افيك ال مشاو ليا مات خالتي ليلى مع الخدمه مع كنتي تروحي كانت الحاله نقدر نقولوا كانت الحاله ماشيه كنتي مازال ما لحقتيش يعني الكرسي المتحرك معناتها لا شيز رولونت هكذا كنتي مازال ما لحقتيش على بالي بالك لحقت مرحله وين حياتك بالك تبدلت ب 100% درجه خالتي ليلى والاخت ديالها عم يعانيوا في صمت مرأتان في سن متقدمة ما عندهمش حتى قوت اليوم حنايا بعدا كنت نخدم دون اون اجونس ايموبيليير ومن بعد لو مسيو اللي كان معانا il avait changé il voulait changer d'activité وانا كنت خدام ما كنتش مي جيتي بلو بوكو بلوس ريسبونسابل خدامه مي ريسبونسابل سو دير جو ريسيفي لي كليون اللي ندير كلش انا لي جو سور عند لي نوتير عند كيفاش يقولها دار تراب الامور الاداريه انت كنتي انا اللي كنت نستعملهم في البيرو برا صح فوالا ا مومون دوني انا تكسرت ليغامون تكسر لي سا دير جو il fallait un transport il fallait que je marche avec deux béquilles خدمت ما خدمتش بزاف تماك خدمت واحد 5 ans 6 ans هكذا برك ومن بعدك زدت عاود تكسرت في رجلي
معليش نبداو ان شاء الله بالك بالمشكل اللي وقتي اللي تكسرتي. المشكل الاول سيتي اني كان عندي ديجا عندي دي بروش في رجلي سيتي ايريبارابل باش يقدروا يسقموا لي لا جامب غوش باسكو عندي ان ليغامون ديشيري وباو لي بروش قالوا لي سي با بوسيبل زدت عاود طحت على رجلي لا دوغات هي اللي كانت توقفني شويه تمشيني بلي بيكي. خالتي بالك راح نسقسيك على بالي بلي لا نورمال على بالي بلي بالك في الحياه تاعك كانوا زوج مراحل معناتها المرحله الاولى انك كنت تخدمي وكنت اكتيف كنت تمشي وكنت قادر على روحك من بعد بنيوم وليله وليتي في لاشاز رولونت فاش بدات والله غير توجور لي لامونسيو ما نكذبش عليك بالك تفكر عليا ما دخلتي ليلى نو باسكو تكون واحد يكون تاكل على روحه ويخدم ويجري ويواسي انك تكون تعمل وتخرج من المنزل وتلاقى بالاصدقاء تاعك بنيوم وليله تولي حبيس المنزل واللي هذا الكرسي هو انيسك في هذه الدنيا وهما رجليك اللي تحرك بهم ما راهوش بالامر السهل هذا الشيء اللي كان صعيب بزاف على خالتي ليلى على بالي بالك ما بين الهضره ما بين الانسان كيكون في هذيك الحاجه ماشي كيف كيف على بالنا بلي شي صعيب على بالنا بلي كاين بزاف نقائص يعانيو بهم بالك كما حنا نقولوا ذوي الهمم على بالنا بلي يعانيو في صمت بالك انت راك المثال وحده من ذوي الهمم اللي راهم يعانيو من العديد من المشاكل مشاكل تاع تنقل مشاكل تاع انه 30 عام مدرسه ما قال عندي اون كونفونسيون راتيفيي بار لو بريزيدون دو لا ريبوبليك نورمالمون لي بيرسون هانديكابي ايزون دووا اتو مسيني فيها في لونو ابار سكولاريزاسيون شويه ايزون دي بروبليم لي انفون ان ادابتي لي هانديكابي موتور يقول لك طلع دوزيام ايتاج ترويزيام ايتاج في المسيد باغ اكزومبل البلديه باردون البلديه لا ديرنيير فوا اون ا فورني ان دوسيي تاع لي بيرسون هانديكابي يل فالي نطلع الدروج باش ندير شهاده الحياه كاين دائما دي زوبستاكل ما كاش لاكسيسيبيليتي فوالا خالتي ليلى جيناك لهذه الدار قلتي لي هذه داركم كارينها هكذا انا كارينها عندي غنكوا راكم كارين هذه كارين هذه الدار نقدر نقولوا باللي ما فيهاش يعني الشروط تاع انسان من ذوي الهمم يقدر يعيش فيها ولا يقدر يتنقل فيها فيها بزاف عقبات فيها بزاف مشاكل على بالي باللي بالك هنا في الدار ماكش تنقلي كيما تحبي ماكش دوري كيما تحبي لا غنقعد غير ديك الشومره ما نبوجيش كاع انا ما نجيش غير صغار وين نجي لهنايا غير باش كون ما يكونوش نفتح الباب ولا كش واحد يستقطق ولا كش واحد يحوس على حاجه وكي قاعده هنا وليد اختي ولا اختي هنا جي ساكوتي دي فوا يجو اختي ليلى على بالي بلي ماكش خدامه انت ولا الاخت ديالك ما عندكمش مدخول من واش الكرام من واش راكم تتصرفوا من واش راكم تاكلوا اختي ليلى الكرا ويعاون فينا محسن مش عليك ودي فوا يعاونونا دايا بالغافيتايمون ولا هكا مصروف يمدونا ماشي دائما سي نورمال سي نورمال لا كاين هدايا واحد كل شهر هو اللي يخلص لي الكرا ما نكذبش بارك الله فيك على بالنا بلي مازال خير ان شاء الله في البلاد مازال الله جال مازال الخير وكثر خيره هو واحد اخرين كثر خيرهم كاع كل واحد اللي عاوني كثر خيره يرحم والديه ويجي لهم في ميزان حسنات ان شاء الله وربي يجازيهم امين 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 ان شاء الله امين ان شاء الله خالتي ليلى انت واش راكي طالبه انت واش راكي حابه على بالي بلي عندك بزاف امور حابه تهضري محبه تقولي خذي راحتك تفضلي تفضلي انا حابه برك يعطوني كاش السكنه هذه تاع الكريه هذيا بزاف الناس سي فري يديروا فيك الخير بصح تعيا وتحشم تقول لهم اشاك فوا تو لور دوموند اشاك فوا سي ان بو جينون شويه انا جي في دو دوموند 2007 درتها في البلدية الحراج و 2011 لو 25 نوفمبر 2011 راني دارتها لا فيديراسيون دي بيرسون هانديكابي دارتها لي لا دايرة د الحراج نروح لا ولاية نروح لا دايرة بيرسون نو ريبون
والو ما لقيتيش حتى جواب من عندهم؟ ما عندي حتى جواب من عندهم. 1 نوفمبر زون دوني الحومه تاعنا انا ما عطاوليش، وعندي دي بروف بلي راني درت لهم دايره دي دوسي. تحب نوريهم لك؟ هم هنايا جوست اكوتي نوريهم لك. معلش اعطيني الوثائق. اعطي له الوثائق نشوفهم. شكرا. خالتي ليلى بكره كي انت والاخت ديالك ما عندكمش مدخول، ما عندكمش من واش تصرفوا، كما شي بالك الناس اللي راهم يجيبوا لكم ما عندكمش منين. حنا ان شاء الله نطلبوا من السلطات المعنيه وان شاء الله من المحسنين ومتابعي برنامج شوفوا حكايتي يشوفوا الحاله تاع هادو الزوج نساء هادو راهم اكي يما بيان سور واللي راهي وراء الكاميرا راهي يما ثاني يسلمك وراهي يما انا كاع خالتي ليلى ان شاء الله ما تبقايش على هذا الحال بالك نورو لك ان شاء الله نولوا ان شاء الله عفوا المره القادمه ان شاء الله بالك ندوك دارك جديده ان شاء الله ان شاء الله الحين ربي ان شاء الله ان شاء الله. خالتي ليلى كلمه الاخرى ان شاء الله يليك تفضلي انت واش راكي حابه تقولي؟ انا نطلب من السلطات المعنيه بالبروبليم تاع السكنه يعطوني السكنه ولا محسنين يعاونوني. هذا هو عندي بروبليم تاع السكنه مالغري كو سوي هانديكابي جو سوي ديابيتيك هايبر طوندو اي ازماتيك مي جو بو ريزيستي ا سا ا بار السكنه 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 السكنه. هذا هكا ان شاء الله خالتي ليلى في خير ان شاء الله. نقول لك يعطيك الصحه بارك الله في خالتي ليلى. ميرسي بوكو. بهذا نكون وصلنا مشاهدينا الكرام لختام عدد اليوم. كما شفتوا معنا خالتي ليلى عانت من العديد من المشاكل في حياتها وما زالها تعاني هي والأخت ديالها في هذا المنزل اللي راكم تشوفوا فيه. على بالنا باللي خاوتنا ومتابعين برنامج شوفوا حكايتي والمحسنين ككل في الجزائر ما عادش نخلوا خالتي ليلى في هذه الحالة. ونقول لكم حاجة، مازال كاين الخير في البلاد. سلام.